الاندفاع المباشر ننطلق بالصدارة، وارى هناك ونس من اندفع بناموس هذا الشوط بشعر محمد بن سعيد بن محمد الخيلي، من انطلق وسار واندفع بناموس هذا الشوط. نتابع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني، وارى مياس لاحمد عبيد بالعرضي الحميري من ياتي ثانيا، ومع المركز الثالث، مع المركز الثالث من الجانب الاخر ارى التحديات في هذه اللحظات بشعار بن وديمة من يتسلل وينطلق مع المركز الثالث. مشاهدينا متابعين الكرام، اللي هو الذيب حمد بن محمد بن سيف بن وديمة العامري. مشاهدينا متابعين الكرام، المركز الرابع، وارى القدوم في هذه اللحظات والتسلل، التسلل التسلل من الزعيم لحمدان بن براك بن خرف المزروعي، من ينطلق مع المركز الرابع. وخامس التحديات، الغزال لسالم بن غانم بن علي المنصوري. نتابع المركز السادس، ومع المركز السادس ارى التحديات في هذه اللحظات من الجانب الاخر، ارى هناك الزراف عبد الله بن هلال بن احمد بن ابراهيم، من يتابع انطلاقه الزراف مع المركز السادس. سابعا مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاق المتميز مع المركز السابع، والسنافي، السنافي من ينطلق مع المركز السابع، بخيت بن يابر بن سلم لينيبي من اعلن هذا الانطلاق المثير، من اعلن هذا التحدي الجميل. ومن الجانب الاخر مع المركز الثامن، مع المركز الثامن شاهين لظاهر بن يمعة بن حارب علي المنصوري، من يتابع انطلاقة الغزال. ومن الجانب الاخر، من الجانب الاخر ارى هناك شاهين لظاهر بن يمعة بن حارب المهير. يا سلام، التحديات رائعة والانطلاقات جميلة، ونتابع، نتابع التسلل، الانطلاق من الذيب مع المركز السابع لحمد بن محمد بن سهيل بن وديمه العامري، ينطلق مع المركز السابع. وثامن التحديات، ارى هني السنافي بخيت بن يابر بن مسلم الينيبي، بينما اذا انطلقنا مع المركز التاسع بأرى التحديات من حشيم عبد الله بن حميد بن حارب الشامسي. وعاشرا الانطلاق المتميز من هملول لعبد الله بن محمد الشين الكثيري، من اعلن هذا الانطلاق المثير، من اعلن هذا التحدي الجميل. ولكن بدينا، بدينا ننعطف مع المنعطف الاخير، مع المنعطف الاخير، مع الالتفاف الاخير في مضمار الستة كيلو مترات. يا سلام، يا سلام، يا سلام، وأشواط السرعة، أشواط السرعة، أشواط الطفح الحاضرة في صباح هذا اليوم، وهذا المنظر الجميل عبر قناة أبو ظبي الرياضية والقنوات الناقلة. نعود مع الصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، والتغيير، التغيير، التغيير الذي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، ونس على الصدارة، ونس على المقدمة. من يقود المجموعة؟ محمد بن سعيد بن حمدش الخيلي، من يتابع، من يتابع انطلاقة، انطلاقة ونس. الشعار الخزناوي أيضا ينطلق بهذا الأداء المثير في أول، في أول أشواط الجعدان المحليات الأصايل في صباح هذا اليوم، مع أشواط السرعة، أشواط السرعة. ولكن الزراف قادم، الزراف قادم، يتسلل، يتسلل، وعينه على الصدارة، عينه على المقدمة. عبد الله بن هلال بن ابراهيم، من يتابع انطلاقة الزراف، ومع المركز الثالث، المركز الثالث مياس لاحمد بن عبيد بن عرطي الحميري. والكوكبة، الكوكبة ثلاثية، الصراع ثلاثي، والمثلث الذهبي، المثلث الذهبي اللي يحتضن هذه، هذه الكوكبة الثلاثية. والزراف على الصدارة، الزراف على المقدمة، انطلق بالصدارة، انطلق بالمقدمة، سار واندفع بناموس هذا الشوط.
الصوت يا سلام، واللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، يا سلام يا سلام يا سلام، الزراف على الصدارة بدون أي أوامر، بدون أي أوامر. تذكر حتى هذه اللحظات يقود المجموعة عبد الله بن هلال إبراهيم، من يتابع انطلاقة الزراف يا سلام. المركز الثاني، المركز الثاني، أرهني ونس محمد بن سعيد بن محمد الأخيلي، ولكن الزراف من اندفع بناموسي هذا الشوط مسار بالصدارة، انطلق بالمقدمة. سلام يا الخواني سلام، اسعدت صباحا، اسعدت صباحا مع الأداء المتميز اللي قدمه الزراف. تهانينا تهانينا من الأعماق مشاهدينا متابعينا الكرام لعبد الله بن هلال بن أحمد بإبراهيم، ومشكور يا المدلل مع الأداء المتميز اللي قدمه الزراف. لحظات الوصول إلى خط النهاية، المركز الثاني ونس لمحمد بن سعيد بن حمد الشرخيلي، المركز الثالث مياس لأحمد بن عبيد بن عرض الحميري، المركز الرابع يصل فيه الزعيم لحمدان بن براك بن خلف المزروعي، المركز الخامس، المركز الخامس التحديات من هملول عبد الله بن محمد بالشين الكثيري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى، شوط حمل التحدي، حمل الإثارة حتى اللحظات الأخيرة، ولكن الزراف من ظفر بناموسي هذا الشوط وهدى أيضا أهالي الخوانيج هذا الانتصار الصباحي الجميل. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام بالتوقيت الزمني ولحظات وصول الزراف إلى النهاية، يقطع مسافة 6 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها. تهانينا أيضا لمارك عبد الله بن هلال بن أحمد بإبراهيم، لحظات أيضا وصوله إلى خط النهاية، قاطع مسافة 6 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 33 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لعبد الله بن هلال بن أحمد بإبراهيم واللي وصل مع المركز الثاني. مشاهدينا متابعينا الكرام مونس يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 35 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن سعيد بن حمدش الخيلي، بينما اللي وصل مع المركز الثالث مياس يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق. بالتأكيد هذه لحظات وصول مياس إلى خط النهاية، 9 دقائق 40 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا لأحمد بن عبيد بن عرط الحميري، تهانينا لجميع الأخوة الفائزين. التحية تتواصل مشاهدينا الأعزاء حفلنا الكريم مع هذه الانطلاقات التي تنطلق في هذا الصباح، والخاص أيضا بأشواط الطفح لهذا السن، سن الثنايا.